السلام عليكم. هابي نيس هوش قلدينيس أركادشلار. الفيديو اليوم هو الفيديو الأول من سلسلة فيديوهات تعليم اللغة التركية على قناتنا. ما تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. درسنا اليوم هو عن الأحرف الأبجدية التركية ترك ألفابيسين. حرف لير يعني الأحرف. ملاحظة صغيرة، لير هي ملحقة للجمع وفي إلى إن شاء الله فيديو تاني مفصل عنها. الأحرف التركية الأبجدية التركية هي 29 حرف منقسمين لاثنين. إنلو حرف لير، سيسلي حرف لير. إنلو حرف لير ترجمتها بالعربي أحرف العلة. سيسلي حرف لير ترجمتها بالإنجليش vowel letters، أي أحرف صوتية بالعربي. أحرف الصوتية وأحرف العلة هني ذاتهم بالتركي نفس المعنى وهن 8 أحرف. كمان منقسمين لاثنين. كولن إنلو لير هني مثقلة وأربع أحرف هن أ أ أ أو. إنجي إنلولير هني كمان أربعة وهني مخففة وهني أ إي أ أو. إنسوس حرف لير أو سيسيز حرف لير. إنسوس حرف لير يعني الأحرف غير العلة، هون كأحرف العلة هون أحرف الأحرف الباقيين بس مش العلة. وسيسيز حرف لير هني أحرف غير صوتية وهني 21 حرف منقسمين كمان لاثنين. سيرت إنسوزلر يعني قوية 8 أحرف هن ش ف ه ك ب س ش ت. يوموشاك إنسوزلر خفيفة 13 حرف هن ب ج د غ. يوموشاك غ ج ل م ن ر و ي زي. ملاحظة تانية كمان سسلي لي يعني مع سس يعني صوت لي مع صوت وهن هون جاي بحال انه صوتية احرف صوتية. وسسيز سس مثل ما قلنا صوت وسيز بلا صوت هون يعني غير صوتية. وإلهم كمان هالي فيديو تاني مفصل عنه. بنكمل عنا تيبل منقسمة لثلاثة الأحرف التركية وكلمات لكل حرف مثال لكل حرف وترجمتها بالعربي. أول حرف هو أ أش يعني لقاح. الأ هي مش مثل الأي هي مفخمة مش مثل الأي بالإنجليزي مفخمة. ب بالقصيار حاسوب. ج جام زجاج. ج هي مثل السي بالانجلش بس بالتركي بنلفظها ج. تش تشالشمك عمل. تش هي مثل السي اتش بالانجلش يعني مثلا champion chapter تش. د دنيز بحر. ا الما تفاحة. ف فرشة فرشاة. ج جمي سفينة. يومشاك أورنجي تلميذ. يومشاك هي مثل الجا بس خفيفة وكمان مثل الغا بالعربي بس كمان خفيفة. والحرف يومشاك هي حرف ما بيجي بأول الكلمة هو أشبه كمان بالمد باللغة العربية يعني مثلا أورنجي أورنجي. ه هالو سجادة. أ أرمك نهر. إي إنك بقرة. ج جيلت شفرة حلاقة. ك كافون شمام. الف بكافون ما منشد عليها نقول ف ف نقولها هيك من خفيفة كافون. ل لمبة مصباح. م ماسة طاولة. ن نار رمان. أو أردو جيش. أ أردك بطة. ب بينير جبنة. ر رنك لون. س سوت حليب. ش شكر سكر. ش هي مثل أس أتش بالإنجليش ش ش. ت تقويم تقويم. أو وتشاك طائرة.
U, üzüm, عنب. V, valiz, حقيبة. Y, yastık, رسالة. Z, زنجين, غني. زنجين هي مثل نحن منقولها بالعربي العامة زنجيل، بس هون زنجين نه. هذا درسنا لليوم، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا النوتيفيكيشن بيل ليصلكم كل جديد، وتعملوا شير لفقاتكم. واذا عندكم اي سؤال عن اللي درسنا اليوم فيكم تعملوا كومنت ونحن ان شاء الله بنجاوب عليكم. هلا خلينا نعمل مراجعه سريعه عن اللي درسنا اليوم. مثل ما قلنا الاحرف التركيه هي 29 حرف منقسمين لاثنين، احرف صوتيه 8 احرف كمان منقسمين لاثنين، هن احرف مثقله، اربعه احرف هن ا ا او او، واحرف مخففه كمان اربعه احرف هن ا اي ا او. وكمان عندنا القسم الثاني هو احرف غير صوتيه وهن 21 حرف كمان منقسمين لاثنين، احرف قويه 8 احرف هن ش ف ه ك ب س ش و ت، والاحرف الخفيفه 13 حرف وهن باقي الاحرف. هلا خلينا نعمل مراجعه سريعه عن الكلمات. هاي الكلمات اكيد بدهم حفظ، وبالفيديوهات الثانيين ان شاء الله كمان حنعطي مجموعه كلمات للحفظ، عشان هيك بصير عندنا معجم للكلمات التركيه. اش بلقي سيار، جام، شالشمك، دانيز، الما، فرتشا، جامي، اورنجي، هالو، ارمك، اينك، جيلت، كابون، لمبا، ماسا، نار، اردو، اردك، بينير، رنك، سوت، شكر، تقويم، اوتشاك، أزوم، باليز، يستك، زنجي. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو تعور اليوم، وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. قولي قولي.